الشريك الحكومي يرفض خطة المستشار تخفيض المساعدات الاجتماعية. المجلس المالي يطالب المستشار بعدم رمي فشل إدارة التضخم على الأجانب. انهيار في سوق الأسهم النمساوية بنسبة 5% بعد إفلاس بنك أمريكي. نقص العمالة الماهرة سيكلف البلاد 150 مليار يورو بحلول عام 2040. جامعة فيينا تطالب الحكومة بزيادة ميزانيتها لدعم أبحاث المناخ. النمسا وسويسرا تعملان على تطوير أجهزة مراقبة البريد للحد من التهريب. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. عرض وزير الشؤون الاجتماعية يوهانس راوخ اقتراح المستشار نياهامر تخفيض المساعدات لمن هو في النمسا لأقل من 5 سنوات. وقال راوخ أن المزايا الاجتماعية يجب أن تكون مناسبة للحياة اليومية، منتقدا اقتراح المستشار. ومن ناحية أخرى أكدت كتلة الأخضر في البرلمان النمساوي أن الضمان الاجتماعي غير قابل للتفاوض، موضحا عن عدم وجود أي شيء بخصوص هذا في برنامج الحكومة، لذا فإن التنفيذ ليس قيد المناقشة. وأشار البيان إلى أن مثل هذا القرار لن يصمد أمام المحاكم العليا في النمسا أو الاتحاد الأوروبي. قال الاقتصادي ورئيس المجلس المالي كريستوف بادلت أن النمسا تفقد الازدهار بسبب الأزمات والتضخم، مؤكدا أن التضخم محلي الصنع. وقال بادلت أن أزمة الطاقة ومشاكل التوريد والحرب في أوكرانيا هي مسألة كيفية تقاسم الخسارة، حيث لا يمكن تبرير زيادة أسعار الطاقة بزيادة رسوم وقوف السيارات، ولا يبرر أيضا زيادة الأسعار من قبل الشركات. وأكد أن الارتفاع الحاد في الأسعار يؤثر على أصحاب الدخل المنخفض فقط. وانتقد بادلت المستشار النمساوي بقوله لا ترمي الخلل على الأجانب في النمسا. انخفض مؤشر ATX لبورصة فيينا بنسبة 4.98%، وخسر مؤشر ATX برايم الأوسع نطاقاً 3.89%، وذلك بعد الانهيار المفاجئ لبنك سيليكون فالي الأمريكية. وتراجعت بورصات أوروبا في التعاملات، وخسر مؤشر داكس الألماني ويورو ستوكس 50 ما يقرب من 3%. وتعرضت أسهم البنوك على وجه الخصوص للضغط، وعانى مؤشر فيينا ATX بما له من وزن ثقيل في أسهم البنوك. وأعلن بنك HSBC اليوم أنه استحوذ على وحدة بنك سيليكون فالي في بريطانيا مقابل جنيه استرليني واحد. حذر رئيس غرفة التجارة النمساوية هارولد ماهرر أن النقص في العمالة الماهرة سيكلف اقتصاد النمسا 150 مليار يورو بحلول عام 2040. وأضاف هارولد أن ذلك يتسبب في تقليل الإنتاج المحلي بنحو 9%، وطالب هارولد باتخاذ تدابير مضادة على الفور، وتوقع أن يكون النقص في العمالة الماهرة بحلول عام 2040 نحو 400,000 شخص. وحسب هيئة الإحصاء النمساوية كان هناك أكثر من 200,000 وظيفة شاغرة في العام الماضي. طالب رئيس جامعة فيينا سيباستيان شوتس بزيادة ميزانية جامعة فيينا حتى 3 سنوات التالية. وقال شوتس أن ميزانية الجامعة تحتاج إلى النمو بالرغم من الأزمة المالية جراء التضخم في السنوات الماضية، ويجب ضخ الأموال إلى الجامعة مجددا. وأكد أن الأموال الإضافية
سوف توجه لدعم الأبحاث في مجالات المناخ والاستدامة والبيئة. يذكر أن جامعة فيينا تأسست عام 1365 ويصادف اليوم الذكرى السنوية لها. قام معهد أبحاث لينز للتكنولوجيا الفائقة ريسندت ومطور الليزر السويسري ألبس ليزرز بتطوير نظام مراقبة للطرود البريدية بعد زيادة التهريب عبر البريد. وبحسب ORF يزداد التهريب عبر البريد حيث يتم شحن المخدرات والمنتجات المزيفة أو الأسلحة، وحاليا يتم الفحص باستخدام كلاب مدربة وهذا مكلف للغاية، وتعمل الشركتان معا على تطوير تقنيات مسح لمواد غير قانونية في العناصر البريدية، ويتيح الاتحاد الأوروبي 4 ملايين يورو لهذا الغرض. هل سيستطيعون بهذه التقنية منع التهريب؟ علمها عند الله. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم. كنت معكم أنا قتيبة اللحام، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.